للمزيد ينضم معنا مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. مرحبا بحضرتك دكتور غازي. بداية، كيف تتابع تطورات مكافحة الفساد من قبل الحكومة، خصوصا بعد إعادة مبلغ تابع للأمانات محفظة التقاعد للدولة؟ شكرا جزيلا. المبلغ اللي تم إعادته كما أشار أحد المتحدثين بالتأكيد قليل ورمزي، لا يتناسب مع حجم المبلغ المسروق، يعني واللي أعلن عنه يعني أكثر من مليارين و600 دولار. وأطلاق سراح نور أيضا يشكل كارثة، يعني هذه مسألة خطيرة. الفساد المالي في القانون العراقي يذهب كعقوبة إلى اعتبار الفساد هو جريمة مخلة بالشرف وخيانة للوطن. وفي السابق كان يتم إعدام من يأخذ رشاوي عبر صفقات بين العراق، مثل ما كانت الخطوط الجوية العراقية وشركة ترايدنت للطائرات أيام عبد السلام عارف. يعني اليوم مع الأسف يعني هناك أكثر من تريليون و330 مليار دولار تم بعثرتها ولا نعلم كيف يتم استعادة الأموال. يعني تعتقد أننا بحاجة إلى أحكام إعدام للذين يثبت بحقهم، خاصة تلك يعني السرقات المليارية؟ القانون العراقي واضح تماما يعتبرها خيانة للوطن، وأيضا يعتبرها جريمة مخلة بالشرف. فالمسألة ليست قابلة للنقاش أو للتغيير، هذا قانون يعني. لكن مع الأسف القضاء لا يأخذ دوره الحقيقي لمعاقبة طبقة الفساد المالي اللي ارتكبت جرائم كبرى بحق الاقتصاد العراقي. يعني نتذكر تماما كيف هناك العديد من يعني الصفقات، يعني لما نتحدث عن تهريب 300 ألف برميل نفط يوميا من البصرة ونتفرج، هناك شفنا بعض الإجراءات، شفنا غلق بعض الأنابيب، لكن لحد الآن هذا النفط يسرق. قد ما نتحدث عن المخدرات، قد ما نتحدث عن مسألة التصريف اليومي، وشفنا اليوم كيف قد ما وضع البنك المركزي رقابة عبر المنصة ارتفع الدولار عبر السوق الموازية للتصريف. إذن هناك طبقة من شبكة أو من المافيات، مافيات الفساد المالي على مختلف الأصعدة، هي التي تتحكم في الاقتصاد العراقي مع الأسف، وتستمر في نهب الثروات والأموال. بالمقابل الإجراء المتبع حكوميا أستاذ دكتور غازي، بالمقابل الإجراء هو إما إبقاء الفاسدين بالسجون دون إعادة الأموال المسروقة، أو التفاوض معهم. لا أعرف هاتين الاستراتيجيتين إن كانت فعلا متبعة حتى هذه اللحظة، ما أساسها؟ كيف تنظر لها؟ يعني لما يتم اعتقال شخص ويعترف بنهب هذه الأموال، يعني لا يجوز إطلاق سراحة. يعني هذه مسألة، لأن بالتأكيد أما سيتسرب باتجاه الخارج تحت أي ذريعة أو تلك، المهم نذهب إلى القضاء. القضاء يأخذ دوره بإصدار العقوبات، وبنفس الوقت القضاء طبقا لما يتعلق بالفساد المالي، المجرم اللي يدان بالتأكيد عليه أن يسترجع هذه الأموال لكي تخفف العقوبة، ولكن لا تزال العقوبة في الأساس. يعني ما يحصل مع الأسف هناك تساهل، يعني كثير من الأشخاص اللي نسمع عنهم مثلا وكلاء وزارة أو غيرها من الشخصيات يتم القبض عليها عنده فساد مالي، هل قد يتحدثون بالملايين، ولاحقا نشوفها يأخذ حكم يعني لا يتناسب مع